مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تتجه أنظار الاقتصاد الوطني نحو الخطة الخمسية التاسعة التي تحين بعد بضعة أشهر على وقع تحديات مرتبطة بسوق النفط وأسواق الأسهم التي شهدت نزيفا ماليا ضخما في ظل حالة من عدم اليقين تسود أوساطها على رعاة المواقف السياسية السائدة بين الأقطاب العالمية المؤثرة. الخطة التاسعة تعد الحلقة الختامية للرؤية المستقبلية عمان 2020، وأكثر اهتماماتها تحسين الوضع الاجتماعي وتنويع الدخل للناتج المحلي وإيجاد فرص العمل لعشرات الآلاف من الخريجين سنويا. خبراء الاقتصاد يتحدثون عن أهمية هذه الخطة لأنها تأتي في ظروف استثنائية تتطلب رعاية أكبر من دوائر التخطيط والتنفيذ والإشراف على حد سواء، رعاية بالإيرادات غير النفطية وقراءة معرفية محيطة بكافة المتغيرات عبر توظيف الإمكانات التي تزخر بها السلطنة لتحقيق عوائد اقتصادية أكبر وتقليل العائد المرتبط بالإنفاق المبني على عوائد النفط غير المستقرة والاستفادة من الميزات التنافسية لقطاعات بعينها كالسياحة والصناعة والخدمات والمعادن والأسماك والمواني، وإعادة صياغة بعض القوانين الاستثمارية وتشجيع الاستثمار بالتخلص مما يوصف بالبيروقراطية في إنجاز المعاملات، ورفع كفاءة الجهاز الإداري وتطوير الاقتصاد المعرفي والبحثي وإيجاد آليات فعالة للحد من حجم التجارة المستترة التي تنخر في الاقتصاد الوطني، وتوسيع قدرات الشباب على ريادة الأعمال وتحسين قدرات الشركات العمانية على المنافسة، وتكثيف ارتباط الاقتصاد الوطني مع الاقتصاد العالمي بتشجيع الانسياب الحر للسلع وعوامل الإنتاج وتدعيم علاقات السلطنة بما يتوافق مع مصالحها الاقتصادية. مصادر رؤية اقتصادية تتحدث عن نمو الاستثمارات في المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، فبلغت حوالي 5 مليارات ريال، أكثر من نصفها حققته المؤسسة في الأربع سنوات الماضية، في حين بلغ حجم القوى العاملة أكثر من 40,000، يشكل العمانيون منهم 40%، وهناك فرصة لزيادة هذه النسبة، وأكثر من 1500 من المشروعات هي مشروعات صناعية موطنة، وتم تحديد موقع المدينة اللوجستية بعبري ومشروع تطوير المنطقة السابعة في صناعية صحار بإضافة 7 ملايين متر مربع، ومشروع آخر لتطوير البنية الأساسية والفوقية لصناعية سمائل التي أجر من مساحاتها حوالي 70% حتى الآن. أرحب بضيوف هذه الحلقة، الأستاذ هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، الدكتور عبد الله بن محمد المحروقي المدير التنفيذي لمركز الابتكار الصناعي، الأستاذ عبد القادر بن أحمد عسقلان رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخليج للاستثمار، والأستاذ حسين بن جواد اللواتي رئيس مجلس إدارة مجموعة دبليو جي تاول. أرحب بضيوف الأعزاء في هذه الحلقة، كما أرحب بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم، أعود إليكم بعد هذا الفاصل، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.
مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في رؤية اقتصادية، ونتناول في هذه الحلقة المناطق الصناعية، تجربة ناجحة ضمن منظومة تنويع مصادر الدخل. أستاذ هلال، أبدأ من معك مباشرة، كيف تقدم لنا صورة واقعية عن نمو الاستثمارات في المناطق الصناعية مع وجود في الواقع عوامل ومتغيرات ضاغطة الآن تستعجل إجراءات تنويع الدخل؟ أولا، المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تعتبر جزء من المؤسسات الاقتصادية الناجحة في السلطنة، والتي تعمل على توطين أكبر قدر ممكن من المشاريع الاستثمارية الصناعية، وكذلك تنويع مهمتها في تنويع مصادر الدخل وخلق وظائف للمواطنين في هالجانب. المؤسسة خلال السنوات الماضية لعبت دور كبير جدا، نتكلم من 2006 لغاية اليوم. دخلنا في أزمات، الأزمة المالية كل يعرف تأثيراتها على المنطقة، ومن تلك الفترة كانت المؤسسة في توطين مشاريع أكبر، كانت معدلات النمو تتضاعف في المؤسسة من 2006 لغاية 2015 اليوم أكثر من 300-400% عدد المشاريع وحجم الاستثمارات اللي موجود فيها. نرى إنه عدد الشركات التي يتم توطينها في المناطق الصناعية تزداد يوم بعد يوم. لدينا أكثر من 96 مليون متر مربع من المساحات. هل هذه الزيادة، عفوا المقاطعة أستاذ هلال، مبنية على إجراءات ربما يجدها المستثمر مختلفة في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية قياسا ببقية الإجراءات في الطلبات الاستثمارية خارج هذه المؤسسة؟ كلما كانت هناك يعني أنظمة واضحة للمستثمر، وهناك موارد بشرية تقوم على تسريع وتيرة التوطين من خلال توفير كافة المتطلبات أو المستندات الورقية للمستثمر، يتم توطين الاستثمار بشكل أكبر. طبعا هناك تنسيق قائم بيننا وبين الجهات المعنية في المؤسسات الحكومية، وبالتالي نرى خلال الفترات الماضية وخاصة الخطة الخمسية ثامنة هناك أكثر من 1.8 مليار ريال عماني، هو حجم الاستثمارات التي تم ضخها داخل المناطق الصناعية. كيف تنظرون إلى هذا الرقم 1.8 مليار؟ عندما نتكلم عن مشاريع متوسطة وصغيرة نرى أن هذا الرقم رقم كبير جدا، خاصة أن هناك عدد من المشاريع في مختلف مناطق بمختلف القطاعات والأنشطة الصناعية داخل هذه المناطق. هناك طلب متزايد، هناك يعني الكثير من المستثمرين سواء كانت الجيد في الاستثمارات، ونسبة الاستثمارات المحلية تصل إلى أكثر من تقريبا 59%، وهناك كذلك استثمارات غير محلية، وتشكل الاستثمارات الخليجية كما أسلفنا سابقا بأكثر من 15% حاليا اليوم. لكن الاستثمارات الأكثر اللي موجودة هي تأتينا من الهند أو من بعض الدول الأخرى، فهناك استقطاب كبير جدا لهذه الاستثمارات، وخاصة الآن في منطقة صحار الصناعية المرحلة السابعة هناك تشهد طلبات متزايدة. لدينا سمايل الروسيل تقريبا امتلأت، لكن كذلك امتلأت ما عدا هناك بعض المساحات اللوجستية في منطقة نزوة الصناعية. أنا أعتقد أنه مع نهاية السنة القادمة لا توجد هناك مساحات إضافية في منطقة صحار الصناعية، وبالتالي المؤسسة تعكف كذلك على توفير مساحات إضافية. لدينا صور، والآن تعمل المؤسسة على إيجاد وسائل أخرى. لهذا السبب قامت صور، هل حققت استقطاب استثماري كانت في صور؟ هناك في عوامل، نعم. هناك عوامل في عدم قيامها باستقطاب استثمارات جيدة، ولكن هناك بعض الاستثمارات بجانب الاستثمارات الحكومية الموطنة في تلك المنطقة. هناك دراسة اقتصادية سيتم الآن تقريبا في نهايتها، سيتم التطرق إليها خلال شهر أكتوبر بإذن الله مع الجهات ذات العلاقة. كذلك تم إصدار النظام الأساسي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية حسب المرسوم السلطاني 32/2015، وهذا المرسوم سيعطي انطلاقة أقوى للمؤسسة لتمكينها من استقطاب استثمارات أكثر من خلال إيجاد آلية، يعني آليات ونظم تسهل على المستثمر الوصول إلى
مناطقنا بدون الدخول او 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 او, أو يعني الدخول الى الاجراءات المطوله كإجراء، وانما ستكون هناك محطه متكامله على غرار الدقم وعلى غرار المناطق الاقتصاديه الاخرى المتواجده حاليا. طيب استاذ هلال، اعطانا انطلاقه واعطانا حريه اكبر من اجل الخروج الى يعني مناخ استثماري افضل للمستقبل. في اطار موضوع أن عامل الوقت يعتبر قيمة مضافة للمستثمر، من بداية تقديم الطلب للاستثمار في المنطقة في أي منطقة صناعية حتى إنجاز التصريح بالاستثمار كم من الوقت يستغرق؟ يعتمد على نوعية المشاريع. إذا كانت مشاريع فيها مواد كيماوية هذه تستغرق فترة أطول، من الصغيرة إلى المتوسطة. هي لا يعني لا نطلع لرأس الماء، يعني لا تعتمد على رأس الماء، وإنما تعتمد على نوعية المشروع. ننظر من المنظور البيئي، هناك وزارة تقوم على توفير تراخيص لهذه المشاريع، فهنا يعني يعتمد على المشروع. في بعض المشاريع تأخذ أسبوع، في بعض المشروع تأخذ سنة، في بعض المشاريع تأخذ أشهر. نعم. لهذا السبب، لأن النظام الأساسي الجديد سيقوم على يعني توفير كافة هذه الخدمات داخل المؤسسة، وبالتالي والمحطة ستعطى صلاحيات كافية طبعا من خلال المرسوم السلطاني، يعطي المؤسسة صلاحيات كاملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوقيع مذكرات تفاهم معها، وعلى المؤسسات الأخرى ذات العلاقة أن تسرع بإجراءاتها. دكتور عبد الله، كيف تجد المدخل الأساسي اليوم لتطوير القطاع الصناعي لجعله قوة دخل كبيرة في الاقتصاد الوطني؟ وباعتقادك ما هي مؤهلاته الحالية رغم كل هذه التدفقات التي يشير إليها الأستاذ هلال، لكن بقيت مساهمة هذا القطاع في دائرة 12% وقل من ذلك؟ نعم، في البداية مهم جدا أن نتطرق إلى أمور مهمة جدا، وهو كيفية انتقال الاقتصاد العالمي على مدى العقود الماضية. فالاقتصاد كمبني على النظام الزراعي ومن ثم النظام الصناعي إلى المعرفي، ومن ثم تحول إلى الاقتصاد المعرفي. نعم. فالآن العالم كله متجه أنظاره إلى الاقتصاد المعرفي، ومن كثر تعقيده اختلف جميع منظمات العالم في تعريفه بدقة واضحة ومتناهية. نعم. فالآن التحدي يكمن في قدرة الدول النامية للانتقال إلى الاقتصاد المعرفي ومحورة الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد المعرفي. والتنافس الآن على مستوى العالم هو يكمن في كيفية التنافس في الاقتصاد المعرفي. فالآن المناطق الصناعية في عمان وجدت وبدأت تشتغل بشكل جيد وتم إنشاء مناطق حرة. الآن بقى التحدي هو كيفية إيجاد إرادة وطنية متكاملة ومسيسة بشكل مركزي، بحيث أنها تسهل الإجراءات وتبسط الإجراءات وتعمل إصلاحات مطلوبة، بحيث أن السلطنة تقدر أن تنافس بقية دول العالم فيما يعرف بالتنافسية في استقطاب الاستثمارات الخارجية. العمل كمنظومة متكاملة في نظام منظومة متكاملة. نعم. كنتم قد اشتغلتم مع اليونكتاد عندما كنتم في مجلس البحث العلمي دكتور، وحقيقة يعني حددتم من خلال دراسات مشتركة نقاط القوة ونقاط الضعف في المنظومة الاقتصادية المحلية. كيف وجدتم نقاط القوة التي يمكن البناء عليها للانطلاق في عملية التنويع الاقتصادي اليوم؟ القوة تكمن في كيفية تجاوز نقاط الضعف الموجودة معنا الآن. نحن الآن نشتغل على شكل مؤسسات منفردة. نظام العمل للمؤسسات لابد أن يتحول إلى منظومة. فكانت من ضمن أقوى توصيات دراسة تقييم وضع السلطنة مع منظمة الانقتاد، وهو التحول عمل السلطنة من مؤسسات إلى منظومة واحدة وتسيس بشكل مركزي. طبعا نفس الشيء من الأشياء المهمة جدا اللي هي دراسة خرجت بها نقاط القوة الفعلية، أن عمان تتميز بهوية مختلفة عن بقية دول العالم، فلا بد من البناء عليها. وكذلك الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني يعتبر عامل قوة بشكل ممتاز جدا، ويعتبر متفرد بالضبط. وموقع السلطنة والمناطق الحرة يعني أثنت عليه كثير من المنظمات الدولية. الآن بقى التحدي الفعلي أنه كيف نجد نموذج عمل يميز السلطنة ويربط ما بين جميع المكونات الداعمة والممكنة للانتقال إلى الاقتصاد بشبه منظومة، وكذلك ترسيخ مبادئ الاقتصاد المعرفي وحق المفاهيم الابتكار وتنفيذ الابتكار في داخل هذه المنظومة. أستاذ عبد القادر، ما هي العوامل التي تؤهل عمان لأن تكون مركزا إقليميا بامتياز في تجارة إعادة التصدير، في كثير حقيقة من في استقطاب كثير من رؤوس الأموال النبية، أيضا في إقناع المستثمر المحلي بأن هناك فرص يجب ألا يضيعها في هذه الفترة؟ هو في الواقع في عدة عوامل لتشجيع الاستثمار في أي منطقة من العالم.
في التشريع، في العمالة، في التسهيلات، في القوانين التي تسن، في الحركة العمالية، كل هذه الأمور بتصب في بوتقت تشجيع الاستثمار أو عدم تشجيعه. نعم. فمثلا سهولة الإجراءات في إقامة أي مشروع، هذه أمر كتير مهم بالنسبة للمستثمر. فإذا المستثمر يرى أنه إذا كان بده يأخذ تصريح لإقامة مشروع بده 6 أشهر و 7 أشهر، معناته أنت ما عم بتقول له تعال استثمر. وبعض المشاريع تقطع فترة أطول من ذلك، وبعض المشاريع تأخذ فترة سنة أو سنتين حتى. فأنت ما عم بتقول للمستثمر تعال أنا بشجعك تستثمر عندي، إذا كنت بدك تعطيها الفترة الطويلة حتى يأخذ قرار بدور على منطقة تانية ويستثمر فيها. عندما نتحدث عن أن الوقت بالنسبة للمستثمر هو قيمة مضافة، الحدود الطبيعية لاستخراج تصاريح المشروعات الاستثمارية إن تم القبول بها بما يتوافق مع المناخ الاقتصادي للسلطنة، في أي حدود تقريبا؟ هلا إذا في عنا أجهزة بتدرس المشروع بالشكل الصحيح، ما ممكن يأخذ إجازة المشروع أكثر من شهر، لأنه أنت إذا عندك أجهزة تدرس في كل النواحي للمشروع وتعطي نتيجته وشوف رائدته للمنطقة، ما في شيء بيعطل إلا البيروقراطية. نعم. اشتغلتم فترة طويلة أستاذ عبد القادر في القطاع المصرفي، لماذا برأيك اتجه القطاع المصرفي إلى التمويل العقاري أكثر من اتجاهه إلى القطاعات الإنتاجية المرتبطة بتنويع مصادر الدخل؟ يعني الواضح عمارات كيف إنشاءات مرتبطة بالقطاع العقاري أكثر من أي قطاع آخر اتجهت إليها أو اتجه إلى القطاع المصرفي. تركيب تسهيلات البنوك بدأ إعادة نظر حتى تتلائم مع احتياج المنطقة. أنا ما بقدر أتصور كيف ممكن يكون في هناك تطور ونمو في المنطقة إذا كنت أنا بعطي 45% من تسهيلات البنوك تروح للقروض الشخصية. شو بقي للصناعة، وشو بقي للتجارة، وشو بقي للتمويل المشاريع؟ الآن العقاريون يتحدثون من أن العرض أكثر من الطلب فيما يتعلق بالاستثمار العقاري بسبب التسهيلات ربما غير المدروسة حسب ما يصفها البعض من القطاع المصرفي إلى العقارات. هو المشكلة والبلد محتاجة إلى قطاع إنتاجي، البلد محتاجة لقطاع إنتاجي حتى يعوض على النفط. ربما المنشأة الواحدة من البناية الواحدة ربما 1,000,000 ريال تكلف، لو اتجهت كل هذه التمويلات لقطاعات إنتاجية أليس من الأفضل؟ بكل تأكيد التركيز على القطاع الإنتاجي في الوقت الحاضر هو أهم بكثير من أي قطاع آخر. نعم. لأنه أنت لما تعطي 45% لقطاع استهلاكي وقروض شخصية شو عملت للبلد أنت؟ نعم. أستاذ حسين، كيف يجب من خلال هذا الطرح كله فهم المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة عند بناء الخطط الخمسية، وأمامنا اليوم الخطة الخمسية التاسعة التي تبدأ بعد نحو 3 أشهر؟ شكرا أستاذ عبد الله. الحقيقة أنا أكمل مع الإخوان والأساتذة. نعم. والملاحظ يعني، وهذا ما عاد سر، أن الشارع العام حاليا يتحدث دائما وخاصة في ظل التخوف من هبوط أسعار النفط، والكل يفكر في المستقبل، فبالتالي الكل يعني يتمنى أن هذه الميزة التنافسية لعمان والمناطق الصناعية اللي ذكرها المهندس هلال وكل هذه تفعل. إنما الملاحظ أن قضايانا النظرية أكثر بكثير مما احنا نروح نطبقه. مثلا المحطة الواحدة، من كم سنة نسمع عن المحطة الواحدة؟ من أكثر من أعتقد 4 سنوات إذا ما أزيد أكثر يعني، وإلى الآن أين هي المحطة الواحدة؟ فبالتالي إذا قلنا
والمحطة الواحدة وكذا، ينظر للرائي وللسامع أنها قضية سهلة. ما الذي ينقص المحطة الواحدة برأيك أستاذ؟ والله الأخوة المسؤولين لازم هم يشوفوا هذا الكلام، ليش ما تطبق المحطة الواحدة إلى الآن ما طبقت بمفهومها الحديث. نعم. الشيء الآخر أن المستثمر وأي واحد يعني حسب النقاط التنافسية اللي موجودة في العالم اللي ذكر الدكتور، هناك معايير، معايير عمان في السنتين الماضيتين دائما في نقصان وليس في زيادة، يعني هذه هم عارفينها، يعني كانت عمان تتميز في قضايا في التنافسية، الآن قلت، مع أن من الواقع عندنا القضايا التنافسية، الموقع الجغرافي عندنا مثلا، لكن ليس في كل فروع التقييم بطبيعة الحال حسب ما قرأنا في التقرير، هناك يعني مواطن قوة وهناك فعلا مواطن ضعف محتاجة إلى مراجعة. نعم، ولكن هناك مواقع فنية وأشياء عملية، في القضايا العملية التنافسية قلت. طيب، وهذا ليس علشان احنا نروح نكون سلبيين، الحقيقة بلدنا فيها، وهذا هو اللي يحس في النفس ان احنا عندنا كثير من الاشياء اللي يجب ان تكون. مثلا موقع الجغرافي لعمان، دائما تكلم ان الموقع الجغرافي وعمان كانت هي طريق الحرير، ونعلم أولادنا أن عمان شرق أفريقيا وإيران جنبنا، وهذه كلها موجودة أن نفعلها، لماذا لا نفعلها؟ يجب استغلال الموقع الاستراتيجي بطبيعة الحال. برأيك أنتم تعملون أيضا في موضوع الصادرات والواردات أستاذ حسين، ما هي العناصر التي تؤهل السلطنة لأن تكون مركز إقليمي أو شرق أوسطي لتجارة يعني إعادة التصدير؟ هي الحقيقة مواني السلطنة حاليا لا ينقصها سوى التسهيل والتنسيق، أنا اللي أقول هذا. نمو الاستثمار في المناطق الحرة ما يزال محدودا للغاية كما يرى خبراء الاقتصاد، برأيك ما هي الأسباب؟ هل أيضا مسألة مرتبطة بالجانب الإجرائي برأيك؟ نعم، أنا يعني لربما المشاهد والسامع يعني يعتقد بأني أبالغ في هذا الجانب، أن أقول أن الجانب الإجرائي والجانب الإجرائي، ولكن الحقيقة يجب أن نكون نصارح أنفسنا وأن نغير هذا الجانب، تبسيط الإجراءات. يعني تبسيط الإجراءات. أستاذ هلال، أعود إليك، يعني مساهمة القطاع الصناعي كما قلنا يعني في الناتج المحلي ما يزال ينمو إلى حد ما بطيء بنظر الاقتصاديين، رغم أن هذا القطاع مؤهل لأن يقوم بدور أكبر. اليوم لدينا مناطق حرة في مواقع حساسة جدا على الصعيد العالمي، عندما نتكلم عن خطوط ملاحية يعني متفردة في يعني تجتذب شركات الملاحة البحرية، اليوم نتحدث عن مشروعات عملاقة في المطارات في القطار، كيف يمكن البدء من الآن لاستغلال كل هذه التفاصيل؟ أنا أعتقد أنه لما نرجع من الخطة الخمسية السادسة وإلى الخطة الخمسية الثامنة، نرى أن هناك الكثير من هذه الصناعات قامت في السلطنة بشكل جيد، سواء كانت ووصلت إلى أوروبا والأسواق العالمية، سواء كانت صناعات ثقيلة أم صناعات خفيفة ومسطة. معدلات النمو في الصادرات اليوم تصل إلى أكثر من 4.6 مليار ريال عماني، هذه صادرات عمانية غير نفطية، نتكلم عن الصادرات الصناعية في السلطنة. نتكلم عن تسهيل الإجراءات منذ قيام الخطة الخمسية السادسة، وهناك إجراءات سهلت بشكل كبير جدا. نعم، الكل ما زال يحتاج إلى ذلك، ولكن هناك تطوير وتحديث وهناك تغيير في بعض القوانين وفي بعض الإجراءات، وأعتقد أنه المرحلة القادمة هي مرحلة ستكون أفضل بكثير من المرحلة الحالية، انطلاقا من الخطة التاسعة. وانطلاقا من الخطة التاسعة، لكن هناك معدلات نمو قياسية جيدة مقاسا بالخطط السابقة، هناك عدد من الصناعات القائمة ذات ميزة تنافسية جيدة، لكن ما زال النفط يشكل أكثر من 85%. صحيح، وهذا يعني ما زالت، وهذه حتى يعني لما نرجع للرؤية المستقبلية ما زالت يعني النفط يشكل، ليس هناك أيضا رقما واضحا للسياحة كم تشكل.
وزارة السياحة لم تعلن الاستراتيجية، تقول أنها تتوقع خلال العام النمو تقريبا ب 18% للقطاع السياحي، لكن ليس هناك مؤشر واضح ربما لمساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي. القطاع الصناعي سيسهم بأكثر من 15% مع نهاية 2020. هذا مؤشر، وخاصة نتكلم عن بعض الصناعات. على ماذا تبنون هذه الأرقام؟ هناك قيمة مضافة عالية من خلال قيام الصناعات الثقيلة، هناك مجمع البتروكيماويات الجديد اللي جاي في ميناء صحار، هذا سيساهم بشكل أكبر كذلك. إذا هناك صناعات أساسية كبيرة وهناك صناعات صغيرة ومتوسطة. إحنا بحاجة كذلك مثل ما تفضل الإخوان أنه السلطنة ذات جذب استثماري جيد وذات ميزة تنافسية جيدة، إحنا بحاجة إلى تطوير بعض قطاعاتنا الإنتاجية وخاصة القطاعات الاستخراجية التي عمان ستكون ذات جذب استثماري جيد فيها وذات ميزة تنافسية جيدة، مثل الصناعات الاستخراجية وهي صناعات التعدين ستشكل كبير وتعتبر محطة كمواد أولية داخلة في إنتاج الكثير من الصناعات والسلع الإنتاجية الأخرى. ولكن بالمقياس الحالي ومن خلال الإحصائيات اللي موجودة لدى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، نحن نرى أن هناك العديد من الصناعات التي تم توطينها خلال الفترات الماضية. الخطة الخمسية السابعة تم توطين أكثر من 700 مشروع بمليار و800 مليون ريال عماني. نحن نعم نقول الآن من خلال النظام الأساسي الجديد بحاجة ماسة إلى محطة واحدة متكاملة بصلاحيات يعني كبيرة جدا، تقوم بتوفير كافة الإجراءات أو كافة المستندات في فترة وجيزة. الرفع كفاءة هذه المحطة تريد تقصد أن تقصد في حديثك رفع كفاءة هذه المحطة؟ نعم، رفع الكفاءة من خلال منح الصلاحيات للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والعمل جاري على إعداد اللوائح اللازمة لذلك والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهذا العمل سيتم تنفيذه خلال بإذن الله مع مشارف نهاية شهر نوفمبر من العام الحالي. هذه المحطة التابعة للمؤسسة؟ تابعة للمؤسسة. هناك محطة تابعة لوزارة التجارة والصناعة، هل ستندمج المحطتان؟ لا، هناك المحطة اللي موجودة لدى المؤسسة العامة هي تقوم بتوفير خدمات للمستثمرين داخل مناطقنا الصناعية. نعم. سواء كان لدى شرطة عمان السلطانية، وزارة القوى العاملة، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البيئة، أي جهات أخرى ذات العلاقة التي يحتاجها المستثمر. المنطقة الصناعية عندما تتشكل، عفوا المقاطعة أستاذ هلال، هل تأخذون تصاريح كل الجهات بيئية وبلديات وغير ذلك والدفاع مدني وتكون جاهزة للاستثمار، فيأتي المستثمر يقدم طلبه ويبدأ مشروعه؟ هل هكذا الآلية؟ عندما نقوم الآن بتوفير الخدمة البنى الأساسية يطلب منا تقديم تراخيص وموافقات من 15 جهة داخل السلطنة. وتقوم لا يوجد ترخيص موحد؟ لا يوجد ترخيص موحد. بالنسبة أنا أتكلم بالنسبة للمناطق نفسها، ما أتكلم عن المستثمر. أما بالنسبة للمستثمر فإجراءاته معروفة لدى الجهات. نحن نحاول كمؤسسة هو تبسيط هذا الإجراء بحيث يكون تحت مظلة واحدة في المؤسسة العامة، والمستثمر يستطيع أن يأخذ كافة تصاريحه من نافذة واحدة داخل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية. وبالتالي لدينا تقريبا يعني أساسيات الأمور، وأنا قبل اللقاء وقبل البرنامج عرفتك على الخريطة الإلكترونية اللي موجودة معنا، والخريطة هذه ستقوم كذلك على تسريع الوتيرة، وكذلك هناك استمارة إلكترونية الآن المستثمر يقوم على إدخال بياناته فيها. كذلك هناك بعض الخدمات لدينا في مركز الاتصال، تنسيق قائم بين المستثمر وبين المعنيين داخل هذا الجهاز، وهذا الجهاز ينسق مع جميع مناطقنا الصناعية في السلطنة. فهناك منظومة تنظيمية، يعني منظومة متكاملة نستطيع من خلالها توفير كافة الخدمات اللازمة لتسريع الوتيرة ولتوفير كافة المستندات اللازمة، بحيث أن المستثمر يستطيع توطين مشروعه في فترة وجيزة. سنتحدث عن شروط الاستثمار في المناطق الصناعية لو أسعفنا الوقت، فقط للتصحيح، وزارة السياحة تتوقع نمو القطاع بنحو 14% وليس 18%. أستاذ دكتور عبد الله، يعني تحول المصانع
كما ذكرتم إلى مفهوم الاقتصاد المعرفي المبني على البحث العلمي على الابتكار كثقافة إنتاج تنافسية، كيف يراها مجتمع الصناعيين؟ طبعا هناك التحدي، لأنه معظم الصناعيين أو المؤسسات القائمة بنت على أساس تقليدي، وهو شراء تكنولوجيا من الخارج ومحاولة توطينها وإنتاجية محددة. فالكثير من المؤسسات راضية عن القدرة الإنتاجية لديها. التحدي القادم الآن ومستمرة على نفس الوتيرة. الآن التحدي الموجود أنه مثلا لو نأخذ مثال غانا أخذت بتوصيات منظمة الإنقتاد وعملت إصلاحات وسميتها الكتاب الأخضر، وعلى أساسه بعد 10 سنوات فقط قدرت ترفع من قدرة استقطاب الاستثمارات الخارجية ب10 أضعاف. فهذا إنجاز يعتبر لغانا. الآن لما نيجي نتكلم عن بقية دول العالم، كيف تتبنى إصلاحات معينة وكيف تحقن مفاهيم الابتكار والمعرفة، هذا نفس الشيء يعني يأخذ كثير من التحدي للدولة التي تتخذ القرار. فعلى سبيل المثال، كثير أفضل 10 اقتصادات في العالم تستنزف أو تستثمر ما يعادل 5% من الدخل القومي في تنمية الاقتصاد، ومعظم دول العالم ما يعني النامية لا تستطيع أن توظف ولا 1%. العامل الثاني الآن، هذه الدول تمحورت على مدى 20 سنة ماضية بحيث أنه رفعت كفاءة القوى العاملة لديها، بحيث أنه يكون عندك طبقة مميزة من الكوادر اللي نسميهم مؤهلة قادرة أن تقود الفئة معينة. رفعت النسبة المئوية من 30% إلى 50%. فأفضل 10 اقتصادات في العالم الآن لديها 50% من القوى العاملة، الكفاءات الماهرة، الكفاءات المبنية على المعرفة. نجي ناس نشوف أنه تطور الاقتصاد في هذه الدول بكل بساطة أصبح يمكن تتنبأ به، لأنه عندك بنية تحتية، عندك كفاءات تقيم المعرفة، أصبحت ما تستقطب التكنولوجيا من الخارج، بل أنت تبني التكنولوجيا. تتنبأ بنتائجي؟ النتائج النمو الاقتصادي. نعم. أيوة. وعلشان كذا الآن الدول المبنية على الاقتصاد المعرفي نموها أفضل بكثير من أي دولة تبنى على اقتصاد معرفي. القدرة في خلق الوظائف معروفة، يعني مئات الأضعاف أفضل في الاقتصاد المعرفي، بينما الدول التي تبني على الاقتصاد التقليدي القدرة في خلق الوظائف ضعيفة. علاوة على كذا نسبة الوظائف أو الوظائف نفسها تكون متدنية، فلا ترضي طموح الناس من حيث الجودة. هل يمكن أن يدخل هذا الموضوع، موضوع نقل التكنولوجيا، موضوع تطبيقات البحث العلمي، أن تدخل شرط من شروط الاستثمار في هذه المناطق حتى يمكن النهوض بالقطاع الصناعي في إطار النتائج التي تشير إليها؟ بالتأكيد من أهم العوامل التي تركز عليه الآن المنظمات خاصة الأمم المتحدة المعنية بالتجارة والاقتصاد، تركز على أهمية الإصلاحات الوطنية لأي دول العالم إذا ما بغت تتبنى الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الابتكاري. فعلى سبيل المثال الآن سياسات الملكية الفكرية وسياسات نقل التكنولوجيا لا يمكن بأي حال من الأحوال تستقطب استثمارات خارجية تكامليا مع الصناعة المحلية دون وجود سياسات واضحة للدولة. فعلى سبيل المثال لو حبينا فعلا نستكشف الصورة بشكل جيد، الصين عندما حبت تتعاون مع سويسرا في التعاون في مجال الملكية الفكرية وفي مجال الاقتصاد المعرفي، سويسرا اشترطت على الصين أن تطور كل أنظمتها المتعلقة بالملكية الفكرية وحماية الملكية الفكرية واحترام حقوق الملكية الفكرية. وبناء عليه عندما الصين غيرت سياساتها وعملت إصلاحات داخلية، سويسرا توافقت معها ودخلوا شراكة. نعم. فهذه من الأمثلة يعني الواقعية الموجودة في على مستوى العالمي. نعم. أستاذ عبد القادر، كيف تتوقعون للمتغيرات الاقتصادية خلال الفترة القادمة ونحن في السلطنة على مقتبل إطلاق الخطة 5 التاسعة مع بداية العام 2016، ما هي توقعاتكم الاقتصادية؟ هو الحقيقة في عدة عوامل. هو المشكلة الآنية الموجودة مواجهة تداول أسعار النفط، لأنها تؤثر على وانخفاض مداخيل النفط، لأنها تؤثر على مستوى الدخل القومي وتؤثر على مستوى الصرف حتى على المشاريع القائمة وتحسين المشاريع الموجودة. نعم. لذلك احنا من 20 سنة واحنا نتحدث عن بدائل النفط وما هي المشاريع الإنتاجية التي يجب أن تقام حتى مشان هذا الوقت اللي احنا فيه الآن. نعم. لكن ما ركزنا على المشاريع البنية التحتية ونسينا أن نروح كمان نطور المشاريع الإنتاجية. القطاع الخاص أعطيني معظم شركات القطاع الخاص أعطيني مشروع واحد كبير
يؤثر بالإنتاج أقيمة في السلطنة لمساهمة عمانية 100%، لأن كمان القطاع الخاص عليه مسؤولية تجاه الحكومة، بيساعد الحكومة، هو صار في عنده رأس مال يستطيع من خلال رأس المال اللي بناه أن يقيم مشاريع إنتاجية. واللافت يعني إضافة إلى ما تقول أستاذ عبد القادر، كنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن حجم المشروعات وحجم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدكم، مصادر المنطقة تقول أن حضور القطاع الخاص في الاستثمار في هذه المنطقة خجول للغاية يعني، وغير مرضي بالرغم الحوافز الاستثمارية، وهناك في الواقع يعني إجراءات تفضيلية حددتها المراسيم السلطانية فيما يتعلق بالدقم. أعطوا الأولوية للقطاع الخاص إنه يكون. لماذا لا يتحرك برأيك القطاع الخاص ونجد استثمارات خارج هو السلطنة؟ ما بيتحرك إلا إذا تحركت الحكومة معه. هلا في أي مشروع من المشاريع يعني لماذا ينتظر من الدعم الحكومي دائما القطاع الخاص؟ بده هو يعني هو القطاع الخاص بده حماية من الحكومة في المشاريع، لأنه بقول لك إذا فشل المشروع في عندي شريك قوي اللي يدعم الخسارة. لكن خلال الأربعة عقود الماضية حقق القطاع الخاص مداخيل كبيرة، أليس الأوان قد آن للدخول في مشاريع استراتيجية؟ من زمان بقول آن الأوان، لأنه صار في عنا شركات ومؤسسات وأفراد لديهم رأس مال قوي يستطيعوا أن يقيموا مشاريع إنتاجية. هل تعتقد أستاذ عبد القادر أن القطاع الخاص قد يواجه تفويت فرص إن لم يتحرك من الآن؟ هو راح تروح عليه فرص، لأنه معظم إذا كان إحنا بدنا نستنى الاستثمار من الخارج، إذا نجحت هذه الاستثمارات بتكون راحت على مين؟ راحت على القطاع الخاص المحلي، مستفاد منها القطاع الأجنبي. نعم أستاذ حسين، ما هي الحوافز التي تعتقد بأنها ستشجع المستثمر يعني الدخول بقوة في المناطق الحرة بالسلطنة، في مواقع في الدقم على سبيل المثال، منطقة صحار يعني ميناء صحار الصناعي، كثير من المناطق في صلالة الآن مهيئة وقلنا أنها ذات موقع استراتيجي، ما هي الحوافز الداعمة لاستقطاب الاستثمارات وبالسرعة المطلوبة برأيك؟ نعم الحقيقة مثل ما ذكر أبو أحمد، القطاع الخاص العماني الحقيقة يعني ما هو كبير، يعني اللي أقصده هو محدود القطاع الاقتصادي، فهي شركات، وبالتالي تشجيع الشركات المتوسطة جت حتى هذه تكبر، وبالتالي أعتقد أن القطاع الخاص يتشجع لو عملنا ونادينا في عدة مناسبات أن عمل شركات مشتركة الحكومة مع القطاع الخاص لهذه المشاريع حتى لكنها تصبح شركات حكومية يعني أو شبه حكومية، ليس ربما هذا المطلوب من القطاع الخاص. أعتقد ما هذه يعني مثلا شركات الكهرباء، تخصيص شركات الكهرباء هي مشتركة بدأت في ذاك وبعدين طرحت للاكتتاب العام، وهذا يعني هذا القطاع نجح. نعم يعني هذا قطاع كبير. نعم. أستاذ حسين، يعني خبراء الاقتصاد يقولون أن على القطاع الخاص أن يقود القاطرة الاقتصادية في المستقبل المنظور، عليه أن يوفر فرص العمل، عليه أن يكون بزمام المبادرة في هذا الأساس. والله أنا معك، يعني كلنا مقصرين، كل من في كذا، وعلى القطاع الخاص أن يتشجع وعلى الدولة أن تشجع وعلى الأمور أن تسهل، يعني وبالتالي نقول أن التكاملية والتنسيق. صحيح. التكاملية والتنسيق في كثير من الأشياء. بغيت أنا أعلق على الحقيقة اللي ذكر المهندس هلال أن المناطق الصناعية فيها 40% من التعمين، وهو رائع، أنا أعتقد رائع، ولكن يجب أن نرى أن هذه 40% هل هي حقيقة 40% يعني عاملين أو هو رقم؟ فإذا كان وفي أي المواقع أولا. الشيء الثاني يعني من هذا المنبر أوان لنا جميعا أن الاستثمار في رأس المال البشري، في البشري وفي التدريب على القطاع الخاص أن يساهم أكثر بأكثر بنوعية التدريب، وليس الاعتماد على معاهد يعطوهم شهادات يعني أي شهادة
وبالتالي تدريبوا تعالوا اعملوا. نعم. وال40% قريبة جدا من النصاب القانوني الذي حددته الحكومة. بالضبط. هو التزام يعني قانوني أكثر من أنه مبادرة. نعم. حسب ما يصف البعض. بالضبط. وبالتالي مع أن قطاع الصناعة رقميا يقول أنه حاليا يساهم ب 12% والمؤمل كذا، بس إذا كل ما زدنا نزيد الوافدين أكثر والرو ماتيريال كلها من برا، فبالتالي يعني بدون صورة غير مباشرة كذلك تقل الناتج. نعم أستاذ حسين، ربما حالة طبيعية مع زيادة التوسع الاقتصادي تزيد الطلب على القوى العاملة. ذكرت أن القطاع الخاص في السلطنة هو قطاع ما يزال ضمن دائرة محدودة. برأيك كم تشكل نسبة استثمارات القطاع الخاص في يعني المحلي استثماراته الخارجية مقارنة بما استثمره في الداخل السوق المحلي؟ أي المؤشرين أكبر؟ هو الحقيقة ما أعتقد يعني القطاع الخاص العماني يعني متواضع، ولا أعتقد هو صعب أنك تعرف العمال. بس الملاحظة الأخرى أستاذي أن لو شفت أن يعني الناس اللي يؤمنوا في العقار يقولوا العقار هو الابن البار، طيب فبالتالي البنايات اللي ذكرها وكل من عنده كذا يستثمر في العقار يقول لك ايش دوخة راس واروح لوزارة القوى العاملة واوقف ابغي ناس وابغي كذا اسوي لك بناية وخلص. يعني اللافت ان حتى كبار يعني كبريات الشركات في السلطنة بدأت تستثمر في الأبنية العقارية. استاذ هلال، ذكر الاستاذ حسين عن قضية التأمين في القطاع الصناعي وربما 40% لديه يعني تساؤل بشأنها، أنها ربما لا تفي بمفاهيم الاستثمار في رأس المال البشري، وخاصة عندما نتحدث اليوم عن تأمين نوعي وليس كمي. الحكومة تقوم جاهدة على إيصال الرسالة للقطاع الخاص للقيام بدوره في هذا المجال. معظم هذه المصانع أو أغلبيتها 90% هي مشاريع مملوكة بالكامل للقطاع الخاص وتديرها فيها من القطاع الخاص، سواء كان رؤساء تنفيذيين عمانيين أو وافدين. احنا من على هذا المنبر نناشد الإخوة رؤساء مجالس الإدارات ومدراء العموم والرؤساء التنفيذيين في هذه الشركات القيام بدورهم في التعمين سواء كان النوعي أو الكمي، والمساعدة ومساعدة الحكومة في إيجاد آليات، لأن اليوم معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة الموقر ومعالي الشيخ وزير القوى العاملة الموقر كذلك جلسوا مع القطاع الخاص قبل فترة وحددوا بعض الملامح وحددوا كذلك بعض الحوافز اللي ممكن يتم تقديمها للقطاع الخاص في المناطق الصناعية. لكن هل ستبقى في إطار دعوة وحث أم سيكون هناك إجراء قانوني كما كان في موضوع 35% أو 30%؟ هناك أولا يجب أنه نصقل مهارات الشباب وتكون هناك يعني معاهد فنية. أنا أتفق مع الإخوان هنا، لكنه نقول هل الحكومة تقوم بتوفير هذه المعاهد أم القطاع الخاص يقوم بتنفيذها؟ نحن لدينا رخص من وزارة القوى العاملة لمزاولة أنشط مراكز تدريبية للقطاع الخاص. لم يتقدم من القطاع الخاص اليوم ولا شركة من هذه الشركات للقيام بدورها في هذا المجال. الحكومة داعمة، ونعتقد كل هذه المصانع التي قامت في مناطقنا الصناعية وفي السلطنة قامت الحكومة بتقديم كافة أنواع الدعم سواء كانت المالية أو الدعم اللي هي الإعفاءات الجمركية والإعفاءات الضريبية وما شابه ذلك. فكل هذه الأشياء متوفرة لدينا، لدينا مناخ استثماري جيد بحاجة إلى تكثيف الجهود مع القطاع الخاص وقيام القطاع الخاص بدور أكبر. يعني هناك دراسة عملت في السلطنة. البعض يشير إلى أنه من المهم أن يكون في كل منطقة صناعية معها التدريب. صحيح. يعمل على ترتيب التأهيل لهذه المنطقة. هناك أنشطة مختلفة وبالتالي تحتاج البلاستيك محتاج إلى مراكز تدريب مختلفة، الصناعات المعدنية تحتاج إلى مراكز تدريب مختلفة. هناك بعض حنتكلم إذا بغينا نطلع إلى المستويات العليا في الإدارة، لكن علينا أن نقول أن هناك من خلال الدراسات التي تمت في الماضي على رؤساء مجالس إدارة الشركات الصناعية
حث يعني إدارات التنفيذية في التوطين النوعي. هناك شركات، هناك أمثلة جيدة في السلطنة تصل نسب التعمين إلى 70%، وبها رؤساء تنفيذيين عمانيين يعملون فيها ليل نهار. لماذا لا نستطيع؟ نعم. العماني نعم. يعني عن رغبة في العمل، ولكن بحاجة إلى بعض الحوافز التي يجب أن تتوفر من خلال قيام هذه الشركات بتقديمها. نعم دكتور، أعتقد أنه نجاح موجود. 40% اليوم لسبب واحد، هو أنه عدد الشركات زادت معنا، وهناك شركات أكثر من تقريبا 300-400 شركة لم تقوم بالعمل، فلهذا السبب النسبة قلت. وإنما لو عملت هذه الشركات كلها لنرى العدد زاد والنسبة كذلك ستزيد في هذه الشركات، واليوم هي أفضل بكثير مما كانت عليه في السابق. والمطلوب رفع نسبة المواقع الإشرافية، التعميم. نعم. في المواقع الإشرافية. دكتور عبد الله، مركز الابتكار الصناعي من أين يستقي برامجه التمويلية في الوقت الحالي كي يقدم أو يتقدم خطوات أكثر لتطوير القطاع الصناعي، باعتبار أن المركز هو في لب مفهوم الابتكار والبحث؟ نعم، هو المركز قائم على نظام تعاوني ما بين المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ومجلس البحث العلمي بتمويل برنامج يعنى بدعم الابتكار في الصناعة العمانية. فعلى مدى الخمس سنوات الماضية تم دعم 30 مشروع ابتكار في داخل المؤسسات الصناعية، بعضها تعنى بالإنتاج وبعضها تعنى قائمة. نعم، هذه المشاريع معظمها أنجزت معنا. تقريبا 4 أو 5 مشاريع لا زالت في قيد الإنجاز، لكن من 30 مشروع هذا تقريبا بعضهم يتعلق بالمخلفات البيئية. القطاع الخاص كيف ترى أداءه لدعم الأفكار الابتكارية المقدمة؟ نعم، هو على المدى الفترة الماضية في تقبل من هذه المصانع، يعني هم ساهموا بنسبة مئوية محددة، تقريبا 25% كمساهمة نقدية و 25% مساهمة عينية و 50% كان من الدعم النقدي من مجلس البحث العلمي. فهناك توافق معين. نسبة النجاح نتمنى أن نبرزه الآن بحيث أنه نحفز بقية المصانع والصناعات أنها تتبنى الابتكار في سياساتها الداخلية. نعم أستاذ عبد القادر، باعتقادك من خلال تجربتك في السلطنة، العمل في القطاع الاقتصادي المقصود، ما هو القطاع الأبرز الآن الذي يمكن أن يدخل بعوائد يعني قوية ويجب التركيز عليه في الخمس سنوات القادمة مع انطلاق الخطة التاسعة؟ قطاع واحد، قطاع الإنتاج. القطاع اللوجستيات مثلا اللي هو المصانع. المصانع يجب أن نعمل على إقامة مشاريع إنتاجية تساعد على زيادة الدخل القومي، ونساعد الحكومة في زيادة الدخل القومي من هذا القطاع، ولا نعتمد الدخل القومي على قطاع النفط فقط. فلذلك يجب أن يكون هناك تركيز على إقامة مشاريع إنتاجية، وهذا نتحدث عليه منذ 20 سنة. كيف تجد القطاع السياحي بعد ذلك؟ والقطاع السياحي كذلك هو كمان القطاع السياحي. هلا كل الوسائل السياحية اللي أقيمت في السلطنة كلها استثمار أجنبي، المولات والمشاريع. والقطاع الخاص عليه أيضا أن يبذل دور في القطاع السياحي، ويجب أن يبذل دور. نعم. في القطاع. شكرا. السياحي. أستاذ حسين، الشيء بالشيء يذكر، الاقتصاد أيضا يريد الآن حتى يبدأ بالنمو الحقيقي أن يتخلص من أشباك أو التجارة المستترة، ظاهرة التجارة المستترة. ما هو المدخل برأيك، وكيف تتكاتف الجهود حكومية وخاصة من أجل يعني مكافحة هذه الظاهرة التي تنخر في الاقتصاد باختصار؟ والله ذكرت لي هذه النقطة التي نعم تنخر بالاقتصاد، ولكن الحل قبل أن نأتي إلى الحلول الطويلة الأمد، حاليا الشركات التي تعتبر الدرجة الرابعة وهي شركات المستترة هي 116,000 شركة توظف 10,000 عماني، وتوظف 700,000 وافد، وإحنا عندنا الباحثين عن العمل 40,000. لو الوزارة أو الهيئات أجبرت
قالت لهم إلى أن نعمل إلى مراحل أخرى أويصة. وظف كل شركة من هذه الشركات توظف شخص واحد. لكن البعض لا يرى حل لمشكلة عن طريق مشكلة. أيوة هي حلول أستاذي، هي حلول. ما ممكن هذا الحل اللي تراكم اللي وصل 700,000 وافد، وبالمقابل احنا عندنا شباب عمانيين يعني يبحثون عن عمل. كيف يجب على القطاع الخاص أن يساند جهود الحكومة في القضاء على التجارة المستتيرة برأيك؟ هذه يبقى تعمل دائرة مستديرة أخرى. نعم. وتجيب الحكومة والقطاع الخاص ويبحثوا وينفذوا. الملاحظ أن في ظل جدول زمني معين، ورصد ميداني. نعم. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة نشكر ضيوفنا الأستاذ هلال بن حمد الحسني رئيس تنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، الدكتور عبد الله بن محمد المحروقي المدير التنفيذي لمركز الابتكار الصناعي، الأستاذ عبد القادر بن أحمد عسقلان رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخليج للاستثمار، والأستاذ حسين بن جواد اللواتي رئيس مجلس إدارة مجموعة دبليو جي تاول. أشكر ضيوفنا مرة أخرى وأشكركم مشاهدينا أينما كنتم على لطيف متابعتكم. في أمان الله.